والديمقراطية برضه كلمة حق نريد بها باطل، لأنه ما ممكن تعمل تغيير ديمقراطي بالبندقية. الشعار الثالث أنه هو ما عنده مشكلة مع الجيش، مع شرفاء الجيش، لكن عنده مشكلة مع الإسلاميين داخل الجيش. طبعا برضه هي عملية معقدة، لأنه الإسلاميين داخل الجيش ما مكتوب على جباههم من هو الإسلامي داخل الجيش ومن هو ما إسلامي داخل الجيش، وكيف تصنف هؤلاء. فدي ما برضه نفس اللي كلمة، لكن في النهاية الهدف الأساسي هو الاعتلاء على السلطة. فدبر له بأنه هذا ولو عمل انقلاب وفي فترة وجيزة هيلقى سنة بالنسبة للمواطن. المواطنين السودانيين ما بيحبوا الجيش، لأنه الجيش اعتلى على سلطة 56 سنة من زمن طويل، وناس ما دايرينه. فدي راقت له الفكرة. وفي 13، لأنه let us put the things correct also the chronology نحطه correct، في 13 إبريل هو احتل. أول ما بدأت الحرب في السودان في 13 إبريل وليس 15 إبريل، في هو احتل مطار مروي. نحن تدخلنا لمدة يومين نوقف هذا الحرب. فسؤالنا له شنو الحاصل، ليه احتليت مطار مروي؟ في مطار مروي بتحدث أنه هنالك طائرات وقوات مصرية. فالسؤال أنه الطائرات والقوات المصرية دي هي كانت قاعدة من 200، قال لنا من 2019. قلنا طيب 2019 وأنت النائب لم تعلم بوجود هذه الطائرات والقوات؟ أنه هذه الطائرات والقوات هي لقصف مواقع الدعم السريع، وهو بادر بأنه يحتلها to prevent them ما يكونوا هم active. وفعلا حصل في 13 أبريل هو احتل المناطق. عزز هذه في يوم 14 أبريل، عزز منطقة مروي بقوة، يعني قوامها بيتكلموا بالعرب قوامها 120 عربية، عزز بها الموقف في مروي. وبعد ذاك في 15 اندلعت الحرب في الدولة السودانية وهجومه على رئاسة القوات المسلحة، وبرضو على مقر رئيس قائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وآخرين. وبرضو تمت السيطرة على مناطق التي كانت تحت حمايته، واحدة منهم القصر الجمهوري. لم يحتل القصر الجمهوري بقوة سلاح، هو كان مسؤولية كاملة عن القصر الجمهوري. القصر الجمهوري كان موجود فيها للناس العسكريين، كان موجود فيها سرية مراسم وبقية المؤسسات اللي هو كان موجود فيها، فهو قدر سيطر عليها في فترة من الفترات. ناو الوضع في السودان هو وضع كارثي. وفي جزء من الخرطوم فيه يعني مواقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وهنالك مواقع تحت سيطرة الجيش، وهنالك مواقع تبادل فيها هذه القوات السيطرة عليها. هو الدعم السريع يقاتل تكتيكيا لكسب المعارك. الجيش السوداني بقاتل استراتيجيا لكسب الحرب.